بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اليوم اختبار الطالب المتفوق المتميز إبراهيم سجان، ختم معنا جزء عما غيبا وبإتقان. اليوم الاختبار، يوم السبر. الآن نبدأ بالتعريف عن أسمائهم. عرفني باسمك. علي صوتك. إبراهيم سجان. اسمك؟ محمود البلدي. اسمك؟ محمد سجان. اسمك؟ أحمد. اسمك؟ محمد نادر. اسمك؟ علي قضيب البلدي. اسمك؟ محمد قطان. اسمك؟ عبد المنعم قدام. ما شاء الله. اسمك؟ بلال إبراهيم. ما شاء الله. اسمك؟ محمد سيدا. ما شاء الله. اسمك؟ أحمد زلكبان. اسمك؟ زكريا سجان. طيب الآن يبدأ الاختبار للطالب إبراهيم سجان. إبراهيم اقرأ من قوله تعالى: إن للمتقين مفازا. وعنب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطوبا. حسبك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. طيب اقرأ من قوله تعالى من سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ثم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم من يرى. فأما من طغى وأسر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه والنفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيام الساعة فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى إنما أنت من ذكر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله على الإتقان. السؤال الثالث للطالب إبراهيم سجان، اقرأ من قوله تعالى من سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. حسبك. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. السؤال الذي بعده للطالب إبراهيم سجان، اقرأ من قوله تعالى من سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. حسبك. ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك. السؤال الذي بعده اقرأ من قوله تعالى من سورة البرود: هل أتاك حديث الجنود. فرعون وصمود بل الذين كفروا تكذب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما شاء الله. اقرأ من قوله تعالى من سورة الطارق: بل ينظر الإنسان مما خلق. خلق مما اندافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجله لقادر وما تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرج والأرض ذات الصد إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهرهم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. السؤال الأخير للطالب إبراهيم سجان في هذا الاختبار، اقرأ من قوله تعالى من سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيدر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. ما شاء الله عليك. والآن شهادة الطالب المتفوق إبراهيم سجان. شهادته وعلامته رح تكون في هذا الاختبار 95%، درجة ممتاز. ما شاء الله عليه. الله يفتح عليه يا رب. نقول للطالب إبراهيم سجان جميعا: بارك الله فيك وبارك الله فيك وبارك الله فيك. ما شاء الله. أقول لكم إخوتي ومتابعينا الكرام على هذه القناة المباركة: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا أطفال. إلى اللقاء. بارك الله بكم.